والآن مشاهدينا الكرام سنبدأ أو سننتقل إلى الشأن السوري. كثفت وحدات الجيش السوري استهدافاتها محاور تحرك وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي الشرقي. وذكرت وسائل إعلام سورية أن الاستهدافات المركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية ضد المجموعات الإرهابية في محيط ميناس وجبل الأربعين وأطراف مدينة تريحة وكفر نبل وعاس بريف إدلب أصابت بدقة تحصينات ومقرات وعربات مدرعة للإرهابيين ودمرتها. عبر الهاتف دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ينضم إلينا والمتخصص أيضا في الشؤون العربية. دكتور أسامة مرحبا بحضرتك. إذن بماذا تعلق حول هذا التقدم وهذه الاستهدافات للتجمعات الإرهابية في إدلب وأيضا في حلب؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. الحقيقة هذه الجهود التي يقوم بها الجيش العربي السوري هي استكمال للخطوات الناجحة التي قام بها على مدى الأسابيع الماضية في استهداف ما تبقى من وجود للتنظيمات الإرهابية وخاصة تلك المجموعات المدعومة من قبل تركيا. الخطوات التي تحققت والإنجازات التي تحققت على مدى الأيام والأسابيع الماضية بتشير إلى أن هناك تحرك وفق رؤية استراتيجية على الأرض، إعادة فتح مطار حلب، السيطرة على العديد من الطرق الاستراتيجية الواصلة ما بين حلب ودمشق، التأمين العديد من المناطق التي كانت يعني موطن مهم للميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة. أعتقد أن هذه كلها انتصارات بتشير إلى تغيرات حقيقية على الأرض، وأيضا الأهم من ذلك هو قطع خطوط الإمداد التي تصل إلى هذه التنظيمات عبر الأراضي التركية. وأعتقد أن هذا هو أهم هدف من الحملة التي يقوم بها الجيش السوري حاليا، لأنه في النهاية حتى توجيه ضربات قوية لهذه التنظيمات دون قطع خطوط الإمداد ووصول العديد من المعونات والعديد من الأسلحة وخاصة الأسلحة الثقيلة والمدرعات إلى هذه التنظيمات عبر تركيا، أعتقد أنه سيكون بلا نتيجة وبلا. لكن هل تنعكس كل هذه الجهود المبذولة على هذه التنظيمات الإرهابية الموجودة بالفعل وأيضا أردوغان الذي يدعمهم؟ بالتأكيد بتنعكس، يعني هو طبعا الدعم التركي دعم كبير للغاية، ووضح خلال الأيام الماضية حجم الأسلحة التي تدفقت عبر الأراضي التركية إلى هذه المناطق، إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات ووصلت بالفعل، ورأينا ربما خلال اليومين الماضيين مجموعة من الهجمات التي نظمتها هذه الميليشيات على المناطق المحررة من قبل الجيش السوري ومحاولة مهاجمة ارتكازات الجيش السوري وبعض المناطق التي يتواجد بها في محاولة لدفعه إلى التخلي عن تلك المناطق التي حررها. لكن صحيح أن الجيش السوري استطاع أن يصمد واستطاع أن يتصدى لهذه الهجمات، لكن بالفعل رأينا كم الأسلحة التي دخلت والتي تحاول أن تغير من طبيعة ما هنا هي الفكرة، إنه رغم كل الجهود المبذولة إلا أنه هناك قوات وأيضا أسلحة ومعدات بترسل لهؤلاء الإرهابيين، ويعني كيفية الانعكاس، هل تعتقد حضرتك انه سيتم توجيههم الى اماكن اخرى كما يحدث في ليبيا مثلا؟ لا اعتقد انه يعني تركيا تحاول ان تتواجد باستمرار على الاراضي السوريه، سوريا بالنسبه لها مساله ذات اولويه، هي بالفعل تستخدم هذه الميليشيات وتحاول ان تحركها لخدمه مصالحها واطماعها في المنطقه، سواء من خلال تحركها في ليبيا او حتى في بعض الدول الأخرى. لكن أعتقد أن سوريا ستزال وستظل أولوية بالنسبة للنظام التركي، لكن أعتقد أن وقف هذا الدعم ووقف هذا التدفق الكبير يحتاج كما قلنا إلى صمود الجيش السوري في هذه المواجهة وتكبيده خسائر كبيرة لهذه الميليشيات وإفقادها عنصر المبادرة والسيطرة على الأرض. لكن أيضا نحن بحاجة إلى جهد دولي مهم
يحاول أن يتصدى لهذا الجنون التركي في محاولة لإشعال المنطقة كلها وتمويل الإرهابيين وإمدادهم بهذه الأسلحة المتقدمة. أعتقد أن العالم كله وخاصة الدول الكبرى ذات المصلحة في الملف السوري مطالبة الآن بالضغط على أنقرة للتخلي ولوقف هذا الجنون، لأنه الحقيقة لولا الدعم التركي لانتهت الأزمة في سوريا منذ سنوات طويلة. أعتقد أن هناك محاولات ألمانية ومحاولات فرنسية لكنها لا تزال حتى الآن يعني ضعيفة ولا تجدي نفعا. أعتقد أن الدور الروسي لابد أن يزداد للضغط على أنقرة، ولابد أن يتراجع أردوغان عن هذا الجنون الذي يصيب المنطقة كلها ويلقي بها في مستنقع من الدم لا ينتهي. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار والمتخصص في الشؤون العربية.